يبغيني ما يبغينيش، يبغيني ما يبغينيش، لا هذه لا كملت فيه يبغيني زيادة. المهم هذه هي زهرة البابونج اللي غادي نديرها معاكم في القناة. كنت عارف انو قاع بخيرون انتو ما تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. بناء على طلب من متتبعة تاعي قلت لي ريم حجيانة في وصفات. الفيديو تاع اليوم راح يكون عبارة عن وصفات تجميل فيها فايدة بزاف. بناء على طلب من متتبعة قلت لي ريم خاصني وصفة للهالات السوداء، يعني لي سيرن، واللي هي اللي هما بزاف ناس يعانوا من لي سيرن، خصوصا المرا كي تكون تربي ولا تكون بالحمل يكون عندها مونك دو سومي، يعني النوم ما تكونش شابعه رقاد وكاع، ولذلك يدير لها لي سيرن. الوغ قلت بوكو با نبارطاجي معكم هذه الوصفه، الوغ ميم انا جو بروفيت لوكازيون ونديرها ونبارطاجيها مع حبابات ان شاء الله، وان شاء الله نكون فدتكم بالوصفه. المهم اليوم راح نديرو زوج وصفات في هذا الفيديو، يعني غادي ندير لكم مقشر اللي هو امبورطون، يعني مستحيل ديروا اي حاجه في وجهكم اون كوا سو سوا ان ماسك مش عارف ان تروك اون كريم ولا بلا ما تكونوا دايرين مقشر، يعني قالعين لا بو مورت، يعني كاع البشره الميته لازم تنقلع، لازم الوجه يكون محضر مهيئ باش نقدروا نديروا ان ماسك للوجه ولا نديروا اون كريم ولا ان تروك باش تمشي بالخوف هذيك الحاجه. المهم ان شاء الله غادي نشبعكم وصفات، وان شاء الله اللي شافتني الاول مره جيتها خفيفه على قلبها ان شاء الله ما تنساش دير لي ابوني على القناه وما تنساش تفعل الجرس باش يجيها كل خطره جديد، ولايك في لا فيديو اللي عجبها بيان سور، وما تنساش تخلي لي كومونتير تحت راني نقراهم كاع. نموت عليكم. الوغ في الوصفه تاع اليوم تاعنا فيها يعني المكون الاساسي اللي هو لا كامومي اللي هي زهره البابونج. هذا يعني فيه فايده بزاف، سبحانك يا ربي باش ما يخلق لنا حاجه فوق الارض الا ما تكون لها فايده كبيره للانسان. الوغ هذه فيها فايده كبيره بالبزاف، عندنا عران تاع وصفات بلا كامومي ان شاء الله راح نحاول نبارطاجي معكم قد اللي نجم وصفات على القناه، وهكا يستفادوا كاع الناس، وراح نعطيكم حتى وصفات للعروسه الجديده كي تكون عروسه وراح تتزوج، انا غادي نتسوى لهم غادي ان شاء الله راح نبارطاجيو معاكم. المهم قلت لكم المكون الاساسي في الوصفه تاعنا تاع اليوم اللي هو لا كاموميل، وتبعوا معايا الفيديو تاع اليوم. بون شيرات، هنا عندنا شويه تاع الماء نورمال من السباله درتها في كاسرونه، وراح نجيب زهرة البابون يعني لا كامومي. نخليها تطبخ. المهم انتم ما ديروش كميه كبيره، لانه كاع الحاجه كي تكون كيما هكا مجففه ما تكثروش منها لانه قاطعه بزاف. الوغ زهره البابونج عندها فوائد بزاف كبيره للبنات، بزاف 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 اون كوا سو سوا في الشعر في الوجه في العرام صالح، راح نحاول نبارطاجي معكم هذه الوصفات. الوغ في البلاد البنات تقدروا تلقطوها عادي، يعني تلموه برا كاين برا بلا ما تشروه، ولكن هنا انا ما لقيتهاش، عندي شويه في الجاردة وريت لكم واحده دروك وليتي تبغيني ما يبغينيش. هذه هي راح نوري لكم، وغادي تلقاوها كاع في يعني كاع في البلايص وين يبيعوا لي تيزان، يعني هذه ديروها كوين تيزان، هذه تقدري ديريها تيزان تشربيها مليحه بزاف. ثاني ان شاء الله راح نقول لكم علاش مليحه في الفيديوهات الاخرين، ماشي موضوعنا تاع اليوم. المهم انا هذه شريتها من لوكلير، متواجده في كارفور، متواجده في انتر مارشي، متواجده كاع في لي سورفاس وين يبيعوا صوالح تاع الماكله وصوالح. المهم تلقاهم في الغيون وين يبيعوا لي تيزان. فوالا شريت قابسة كيما هادي ما فيهاش بزاف 40 غرام كيما راكم تشوفوا. الوغ لي تلي انايا غليت زهرة البابونج كيما وريت لكم هي، وتتحصلي على لون تاع لا تيزان، يعني كيما هاكا اون تيزان كيما راكم تشوفوا اللون تاعها هذا هو. الوغ انا غادي نبدو كيما قلت لكم بالفرماج، فيه برك زوج مكونات وعلى بركة الله. الوغ بالنسبة للمكون الأول اللي هو الحليب، الحليب اون فودغ
و الحليب اون بودر. درت مغرف كبيرة بودر بودرة الحليب ولا حليب بودرة الحليب نقولو مغرف كبيرة. هذا هو القماش تاعنا اللي غادي نهيئو لابو تاعنا باش تستقبل اي مكون من بعد نديروه بعد القماش. الو كيما قلتكم مغرف كبيرة تاع حليب البودرة. وراح نزيد عليها هاد لاتيزان اللي درتها، يعني هاد البابونج اللي خلطته مع زهرة البابونج اللي درتها مع المخلي تاع تغلي، قد اللي تحصلت على هذا اللون راح نخلط حتى نتحصل على كريمة. اما الوصفة الثانية اللي هي باش نتخلصوا من الهالات السوداء، راح عندنا ثاني زوج مكونات برك وتوجو بهذا تاع لاتيزان اللي درناها تاع زهرة البابونج، والمكون الثاني اللي هو الفيتامين او. هذا انا شريت هذا متواجد في لافارماسي، راه ينباع في البلاد ماشي غالي. سقسيت ما راهش غالي في البلاد، شعال لو بري ولا ما على بالي، راح نسقسي وحده صاحبتي ونقول لكم. المهم فيتامين او راه فيه بزاف 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 فيتامين فوائد، يعني سواء للشعر سواء للوجه، يعني هو كمكون اللي تقدروا تقلعوا به حتى البلايص، يعني داكنين، يعني كي يكون بلاصه داكنه ولا كيما انا هنايا هكا باغ اكزومبل، ولا فاهمين كي تكون حبه ولا وتخلي لكم الطاشه تستعملوها. الو عندي بزاف وصفات وغادي ان شاء الله قلت لكم كل خطره راني بارطاجي معكم وصفه. راح نحتاجوا هذا لاتيزان، غادي نديروا شويه هنايا تاع زهره البابونج، راح نستعملوا شويه بنتي تبكي دوك نولي هاني رجعتكم. المهم بنتي كانت تبكي وراه وقتها الحليب. قلت لكم المكون الثاني هو فيتامين او. هنا شويه غالي فيتامين او، ولكن في البلاد ماشي غالي بزاف، لان راني سقسيت كما قلت لكم. هذا شريته 22.15 من لافارماسي. المهم قلت لكم درت حوالي زوج مغارف هكا كبار، ولا ديروا مغرف برك. وهذا ما ينقصش، يعني ماشي كيما لو ماسك، ماشي كيما القماش بلوتو. وراح ندير عليه فيتامين او اللي هو عبارة عن زيت ما فيش رائحة ولكن يتلصق. راح ندير عليه واحد زوج قطرات هكا برك، لانه ثقيل بالبزاف، صار له كيما لويل دارغون، يعني ثقيل بزاف. ودروك راح نبدو في عملية الخلط، نحاولو نمزجو لاتيزان هذيك تاع زهرة البابونج مع هذاك الزيت. فوالا الوغ المزيج تاعي راه واجد هنايا، خلطته، تحسو بالماء تاعكم شوية مزيت، ديروش كمية كبيرة، وكي غادي استحفظوا بها في قرعة صغيرة ولا في حاجة صغيرة هكا باش تستعملوها يعني كل يوم، يعني ما تنقاش هذه ما تنقاش. انا نعطيكم نصيحه وماذا بيا لوكان الحاجه، لانه فيتامين او راه غالي هنايا، ميم هاد صوالح يعني اقتصاديين، يعني كي ديروا حاجه راهي تقعد لكم في الدار وما تقيسوهاش، ديروها في كاش بقاله صغيره ولا في كاش قرعه صغيره ولا، واستعملوها استعمال يومي. راني يعني نقول لكم ونعاود استعمال يومي. لو دروك راح نبداو اعتقد على الصوت، ختمي في بلاصه صغيره وصغيره سيداتي. راح نبداو نطبقوا القماش تاعنا اللي قلت لكم ليه من قبل. فوالا ديروا شيتا ولا اي حاجه، يعني كي تطبقوه في ريحه الحليب، وانا ما نبغيش الحليب. كي تطبقوه لازم ديروا عمليه الدلك، يعني تقعدوا تدلكوا في وجهكم، يعني كاع هذوك الصوالح اللي في الوجه وكاع غادي يقلعوا. هلا وفي قلت لكم فوائد بزاف، ديروا ما تندموش، غمضوا عينيكم وديروا. ديروا عليا نقول من عاوتها. فوالا بعد تابليكو فيه و او ميم طون و تتابليكو فيه و اون ميم طون
يعني تدلكوا يعني كيما هكا كيما حنا نقولوا انا الدلك هذه كلها كيما هكا. والحليب انا يعيفني سيداتي مبغيش فوالا راح يبيض لكم حتى راح يبيض لكم تمام المناطق الداكنه اللي في وجهكم يعني كيما هكا بعمليه الدلك راح تقلعي لابو مورت يعني البشره الميته قلت لكم لا كامومين فيها فائدة كبيرة 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 وهو تاني يعتبر كمرطب ايضا فوالا الوغ هنا بعد ما ابليكيته في وجهي هذا ما بقاليش بزاف كما كنتو تشوفوا مي تقدروا تستحفظوا به زعما الا كثرتوا تقدروا تستحفظوا به ماشي بزاف كما الحليب معروف الحليب ما لازمش تستحفظوا به بزاف لانه يفسد يعني يفسد 3 ايام ولا صاي الحليب راح الوغ تقدري السيدات اليوم ديريه باسكو هما الكوماج وهاد الصوالح يديروا جوج خطرات في السيمانه تقدري كيما اليوم ديريه تحتفظي به يومين واحد اخرين ونهار الرابع تعاودي ديري ومن بعد صاي يولي غير قابل للاستحفاظ يعني ما تقدروش تعاودوا تزيدوا تستحفظوا به لانه يولي فاسد وبعد شكش ندير لكم حاجه في وجهكم. راح نخلي هاد الكوماج يعني بعد ما دلكت وانتم تبغوا تزيدوا تدلكوا شويه غادي نخليه مده ما نقدرش نقول لكم المده لانه كل وحده لو تيب تاع وجهها يعني كل وحده والبشره تاعها يمكن يعني بشر هذا ديجا هذا يجي كاع على البشرات يعني يجي على البشره الحساسه يجي على البشره الدهنيه يجي على البشره الناشفه يجي كاع على البشرات ولكن ما نقدرش نقول لك اكزاكتومون شعل لانه البشره الناشفه تشرب بالخف لي ماسك والكوماج وصوالح ولكن عكس البشره الدهنيه تقعد تشد الوقت. الوغ انا نعطيكم نصيحه كوماج ولا ماسك ولا اي حاجه كي تبداو تشوفوا بدا ينشف في وجهكم بداو تقلعوه ما تخلوش ينشف جاف كيما حنا نقولوا جفاف تام يعني ما تخلوش جفاف تام كي يبدا ينشف تبداو تقلعوا في الماسك تاعكم. بون شيرات هنا بعد ما غسلت وجهي هو هذا لو كوماج يساعد على يعني يجبد لكم حتى الوجه يعني كيما الوحده كي تبدا تكبر اكيد غادي وجهها يبدا يترهل الوغ كي ديروه تحسوا بلا ديفيرونس يعني تحسوا بالوجه تاعكم ينجبد كيما كتشوفوا راني نحس بالبيوضه يعني بيوضه لا بالبياض المهم نحس بالبياض لا ديفيرونس بارابور من قبل يعني ولازم هاد الصوالح لازم لهم المداومه اكيد ماشي ديروا خطره وتقولوا ما لقيتش النتيجه ولكن انا درتها من اول استعمال نحس بلا ديفيرونس خصوصا هنايا كانت فيها حبه وراها تقل يعني الطاشة اللي قعدت لي هنايا هي راهي تقل اللون تاعها راه يقل يعني المهم انا راني نشوف بريق في الوجه يعني عجبني بزاف كتشوفوا المنطقه ديالي تبري منا عجبني ديروه ما تندموش المهم نروحوا المكون الثاني واللي هو الاخر تاع البابون اللي هذاك يقولوا له حق يا ربي سيدي تلف لي لا تيزان تاع البابونج اللي طيبناها في الماء مع الفيتامين او قلت لكم يقلع لكم الهالات السوداء يعني ديروا كيما هكا غادي تجيبوا هنا في منطقه تحت العينين راح تطليو كيما هكا هذا تقدروا ديروه شيرات وترقدوا به جد عادي لانه الماء والزيت نورمال ترقدوا وغطوه الصباح كي تنوضوا غسلوا وجهكم بلو برودوي اللي مداري تغسلوه عادي بالصابون اي حاجه اي وحده تستعمل اي حاجه تستعملها الصباح عادي وبعد ما تكملي الاستعمال تاعك تاع كي تغسلي وجهك تنط فيه غايه ننصحك بالماء اللي بقى لك تاع البابونج هذاك اللي خدمناه ديري في قرعه ديري في قرعه تاع بشيت 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 واستعمليه استعمال يوم وخلي وجهك يتشرب هذاك الماء. نتمنى تخلي لي التعليق تاعك يعني بعد ما جربتي هذا لو كوماج وهذا تاع الهالات السوداء لي سيرم اللي يعانوا منهم بزاف النساء وترجعي لي في كومونتير وانايا الحق لنهايه الفيديو تاعي وما بقالي نقول لكم غير تهلوا في رواحكم والى فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.